فرفشيها فرفشيها يا طاطا، بس بدون مجهود. ها باين عليك شقية قوي. والنبي يا دكتور مثال اني كنت برقص لوحدي. ها ما انا عارف هي كانت بترقص معاكي. لا هو كان مشغل التسجيل وعمال يرقص ويعمل مزيكا. انا ايوه بترقص معاهم. الله، مش انت اللي قلت لي لازم اجاريهم؟ الله اسمع يا دكتور. ما ايوه تحت امرك يا هاني. ما ايوه تحت امرك يا كلامي. ميرسي. بس انت حاسه كده في حاجه كده. يا ريت تسيب ايدي. تسلم ايدك. يلا بقى يلا بقى اخرجوا بره بقى عشان خاطر هي تعبانه دلوقتي. حاضر. امرك يا هاني امرك. يلا يلا يا دكتور. انت جاي بكره؟ يلا يا دكتور. جاي بكره؟ هو اطرش ولا ايه؟ ها جاي بكره. انا فرحانه قوي. سلامتك يا امي. ميرسي. يا امي؟ ده يا امي منك انت، انت ايه اللي معاك يا ولية انت لحد دلوقتي؟ انت مالك انت؟ اخرج ولا اقعد؟ يا ام كعب محني، يا اللي دخلت علينا بالحنجر والمنجر. منجر؟ يا ميسا. انا ميسا؟ يا ميسا بتتميسا على الرجاله. وحياة امي بوسي لو مسكتي بوسي بكعب الجزر ده هدوبه على دماغك. ريت عباس. يا عباس؟ نعم. تعالي خرج البنت دي من هنا. تعالي يا عواطف. نعم؟ اخرجي يا عواطف. ماشي. ما انت ليكي حق بتتسوقي عليهم. اخرجي. خدي كانت ضربة الدم ما تيجي تحتيكي وتنططك في الارض. في الارض. انا هنا سيدة القصر. ايوه. انت عطوطة بقى. هلا ايه دلوقتي انت؟ الحمد لله يا قطاطي. الحمد لله. ميرسي. بقول لك ايه؟ هي ماما فين؟ لا ماما ايه؟ احنا نخش على الحدوته على طول. يا حضرة العمدة! يا حضرة العمدة! يا حضرة العمدة! ست فتحية هربت مع الليمبي على الكاريتي! يا نهار مش فايت! لازم تداري على عارك يا عمدة! يوعى! لا دي كده زاطت ولعلعت وانجلت واتنفخت. مش العمدة اللي يلبس الخازوق ده اللي اولع فيكم كلكم وفي البلد وفي الكل كليلة. ايوه انا عارف الفلاحين هم اللي اول واد الجربوع اللي اسمه لمي. اسمع يا جلاب المامور. اؤمر يا عمدة. الفلاحين دي لازم تتربى ويتعلموا الادب. نربيهم ونقدمهم يا عمدة. انت ادعي الواد. ايوه جنابك. يقفلوا عليهم الهويس وعطشوا الزرع وبوروا الارض. حاضر جنابك يا عمدة. يسلم فمك يا عمدة. العين بالعين والسن بالسن والبعد اصلا. يلا يا حيوان انت اتحرك. خد الغفر وروحه. عايز اشفي غنيني. لازم تهدى يا عمدة. انت لسه عامل فتاة. عرقك هيطعي منك يا راجل. مالكش دعوه بعيني. الواد اللي اسمه الليمبي ضيع علينا الفطار. سيبوني دلوقتي. مش عايز حد. اتفضلوا بقى اخرجوا بره كلكم. يلا بقى. عايز اقعد لوحدي يا ناس. عايز اقعد لوحدي. يا سوادي يا امه. يا سوادي يا اختي. طب هنعمل ايه؟ قفل علينا غويس ومنع عننا الميه اللي فيها لقمتني. طب هنقول ايه؟ انا ما عنديش غير حسبي الله ونعم الوكيل.
في حد عنده حاجه تانية يقول لي ايه؟ لا والله يا اخويا ما كانش ينعز، بس ادينا قاعدين اما نشوف اخرتها. ما هو احنا لازم نعمل حاجه، مش لازم نسكت على الظلم ده. لا حول الله يا رب. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ انا محضر له دعوه تشله في مكانه. قولوا امين. امين يا رب. ايوه كده، عشان دي كلنا كلمه. طب واخرتها يا رجاله؟ سبحان الله يا سليب، بالكاركتة جاية في بعدها. أما دي كل حاجة مدروسة ومتخططة. إحنا في ظهرك يا زعيمنا لحد ما تخلصنا من الاتفاق اللي بيننا وبينك. أيوه. اتفاق إيه يا سليب؟ أنا عارف. بعدين أنا كل اللي حصل بينه وبينه إنه قعد معايا وقال إن أنت هتحرر البلد، قلت له خلاص أحررها. وأنا يعني تحررها؟ يعني هتعمل إيه يعني؟ أنا عارف. هو الراجل ده أصلاً بلوش. ما بفهمش الراجل ده. مش كتر خيره، ده بدل بتقوله بوشاكرين. هو ده ايه؟ بوشاكرين. بوشاكرين؟ ايوه. وده قاله انت؟ بوشاكرين. العفو. خلاص ريحت لحنيتك؟ ايوه. الناس قاعدة كده ليه؟ مش عارفة يا سيدي. أما الناس بتوع الجمعة ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا رجالة. وعليكم السلام. انت فين يا راجل؟ منو؟ تعال انجدني. اطمنوا يا رجالة، اطمنوا. زي ما الزعيم الليمبي حررني من الاحتلال الخارجي، ان شاء الله هيخلصنا من الاحتلال الداخلي. يا صلاة النبي. حلاوه النبي، حلاوه النبي. انا منكم منكم منكم. هو دي البطل اللي بيجي في الوقت المناسب. ايوه. بعدين يا رجاله لازم نمشي ورا زعيمنا. يا على درجوي الكئيبه. انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ احنا عندنا حلين ما لهمش تالت. قول. ان احنا ندعي عليه ونشله ويجي له كساح وحصبه، يا اما تتصرف مع العمده وجبروته ده قافل علينا الميه ومش عارفين نستحمى، وده انت وسطينا اهو شامم ريحتنا. ايوه عنده حق يا سليبي، ريحتهم بعفني. يا هذا الدنشواي. ايوه. لقد حينت اللحظه والواقع بيقول ان احنا لازم نبدا ثورتنا قبل ما نموت من الريحه. ايوه صحيح. صح ولا ايه؟ مظبوط تمام. على انه ممكن نموت من الريحه. ايوه طبعا. بني ادم واخد يعجن. ايوه صحيح مظبوط. احنا اول حاجه في ثروتنا دي الواقع بيقول ان احنا لازم نستبزه. نستبزه. بقول لك يا زعيم، الناس دي ناس غلابه وعلى قد حالها وبتخاف من خيالها، عايزه اللي يبتدي واحنا كلنا وراه. ايوه مظبوط تمام. انا ما بختلفش معاك في القضيه، بس احنا يعني لازم في الاول انا بقول لك ان احنا نستبزه. هي بتبتدي بالاستبزاز. ايوه. واخد بالك وبتكمل بقى المسيره بعد كده. ايوه ايوه صحيح. ايوه امال الفتره حي. انا هنا يا سيليبي. ايوه. البلد محتاجالك. ايوه حاضر. خلص. انا هقول لك اديب ليا من البلد. اسمعني بقى. يلا يا سيليبي. ما خلصت بقى تبقى ترد قوي. الله. يا هذا درشواي العتيقه. ايوه ايوه. يا هذا درشواي الكئيبه. ايوه. لقد حينت اللحظه اللي الويك عبد الله يقول ان احنا لازم نسطر التاريخ. ايوه صحيح. ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه؟ لان اللي مالوش قديم. ايوه. مالوش جديد. ايوه مظبوط. زي بالظبط كده اللي مالوش ماضي. ايوه. مالوش حاضر. ايوه. والواقع بيقول دلوقتي بيعدلك بيعض. ها؟ انه انا انتم وانتم انا. تمام. مين الحمار فينا بقى؟ مش مهم. ونبقى لنا ايه؟ لنا كده شمخه في الكلمه. خد بالك؟ والواقع بيقول انه لا للظلم. ايوه ايوه طبعا. ايوه. والواقع بيقول لا للحريه ولا للابجيه. ايوه اهم حاجه دي. ولا للفقير. ايوه. ولا للغني. ايوه. والله الغني. ايوه. يلا يا رجاله. يلا بينا يا رجاله. ولا لكم تعالوا من هنا. مش ده بيودع على هناك برضه. يلا بينا يا رجاله.
لك مبسوط؟ تعال. ايوه يا حاج الله. شايفه الناس مبسوطه قد ايه؟ باينك الناس بتغرق يا سيدي. ايه؟ بيغرق ولا ايه؟ لا من غير. يا نهار اسود. معلش يا رجاله، كل ثوره وليها ضحاياها. الفتحه على اخواتكم، الفتحه. كفايه يا لبي. والان ايها البلد، الان الان حان موعد الموجه الثانيه من الثوره. اتفقنا يا فتحيه. أنا هنا يا عيني، بسمعك وبتعلم منك يا لبي. ليه؟ يا لبي. لبي؟ إيه ده؟ وما فين ما فينش لبي؟ لا ده كان زمان، إنما ده بنت دلوقتي بقيت مرات الزعيم. يا نهار أسود، ده بحبك أوي يا بنت والله. وأنا بحبك يا لبي. أنا كمان بموت فيك، بس أنا خايف الثورة تروح في اتجاه تاني الوقت واحنا مع بعض كده. اهتف. أيوة. اهتف يا زعيب. ايوه زعيب، ايوه هاتف. طب اهتف ورايا يا فتحية. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العبدة. عبدة؟ يلا يعني اذا كان سلبي مش هتبقى عبدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العبدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت 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 حكم العمدة. 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 إرحان 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 يعني امشي. إرحان يعني امشي. يلي انتي عارفة يا ابو تدري، اني بقالي 30 سنة عمدة دنشواي ابا عن جد. عمري ما حسيت اني مالي مركزي قد اليومين دول. ايوه امال، هم حيلاقوا في البر كله عمدة زيك. ده انت مراعي مصلحة اهل البلد كلهم اخر حاجة، حتى الانجليز شايلهم على كفوف الراحة. ما هي دي الشطارة، ازاي تنيم اللي قدامك على الجنب اللي يريحه. بس بقى على الله تعدني من ضمن اللي عايزين يرتاحوا. ايه انت هم ارتاحوا واخر غندره يا مبطرخه. يا عمدي ايه يا عمدي؟ ايه يا زفت انت في ايه؟ البلد هيجان عليك وعلى افعالك الهبله. اني افعالي هبله يا ابن الهطله؟ غور نجيب حشاكتك ده يا فمك. ده كان زمان، انما سلمبي فنج العنينة ونورنا يا حراميه. اخرس انكشح يا واد بدل ما تخك. هنكشح وهغور، وادي حاجتكم اهي، انا هنضم للمعارضه. غور يا ابن السرمه، هتشوفوا ايام سودي. غور يا ابن السرمه من هنا. جبريل والله يقطع خبر امك. ايه ده؟ يا عمدي الوادي اللي بيفتح عينين الفلاحين علينا، يكونش يصدق انه زعيم بصحيح. انت لازم تتصرف يا عمدي. طب والعمل يا مقتدري؟ وهي دي تفكيري؟ ما تتصرف قبل ما تبقى هزو. لا قطع لسان اللي يقول عليا كده. الموضوع ده لازم يخلص الليله، ارميه من فوق والليله يا عمدي. طب افرضي انه وقع وما ماتش،
والليمبي قرره وعرف منه سر الكنز علشان تطمن تخه قبل ما ترميه. ارميه منين يا ولية؟ يا لهوي يما، هترميه من فوق الحصيرة يا راجل، من فوق الدار. يا ساتر عليك، ده انت مرة سو بريه من شرك. قوم يا راجل. حاضر، اديني غاير في 60 داهية. راجل بلط. يسكت يسكت حكم العمدة. 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 هيسا هيسا عندي عمدتنا. انزل يا عمدة عشان تشوف الموجة التانية من الثورة. الناس ايه؟ مش مشيت. الناس مشيت. فين الناس يا بنت؟ الناس مش عارفة يا سليم، بس ادي معاك. معايا ايه؟ الناس اللي مشيت دي ايه؟ فلول ولا ايه؟ ايوه فول. نفسي في فول وفحلم بصل. بس وقرنين بس بس جوعت جوعت يا سيدي. يا بنت جوعت ايه؟ جوعت من الهتاف. هتاف ايه؟ ده انا اللي طلع من امي اللي جابوني. احنا الوقت الثوره باظت خلاص. ايوه الثوره فكرتي. يلا اهتف اهتف يا سعيد اهتف. ادي سخنت. سخنت ايه وانت هتشوط البلد؟ ايه سخنت؟ انا تعبت بقى بهتف من اول البلد. عيب انت سعيد اهتف يا ستي. مش هتنامي على عيني اللي جابوني؟ هتف انت بقى. خلاص بس بس يا سليبي خلاص خلاص. يسكت يسكت حكم العبد. يا لمبي. ايوه هريس اهو. مش هو ده سبب نزولك البلد؟ ايوه. مش هو ده اللي انت عايزه؟ ايوه. وماله؟ خده بس جثه. ما تموتنيش يا عمدي، انا اعمى. اخرس يا كلب. هريسة جدو. جدو انا اللمبي. اللمبي؟ ايوه اللمبي. انت اللي كنت بتطبل على الطبلة؟ الحمد لله الحمد لله. هي دي البشارة، اللمبي بيطبل على الطبلة. ايوه زي ما قالولنا. وكمان الدبانة الحمراء هنا على كتفي. انت اللمبي؟ ايوه. أنا مبسوط قوي. ايوه انني فتحت قبل ما اموت. ده النبي. وهقول لك على سر الكنز. قول. ايوه بس مش هقوله لك هنا. امال فين؟ هقوله لك هناك تحت الشجرة. هتقولي لي هناك تحت الشجرة ازاي يعني؟ فين الشجرة الشرقية؟ عارفاها. انت عارفة الشجرة الشرقية؟ ايوه ايوه. خلاص ماشي. الشجرة دي ليها فيها ذكريات. أيوة. كنت بقعد انا وستك هناك وناكل برتقال. ناكل برتقال. الله يرحمها. الله يرحمها. هي فين دلوقتي؟ ماتت. لا والله. هي السبب في ضياع عيني. كنت احذفها بالبرتقاله. وتحذف لي بالبرتقاله. ايوه. وفي ساعه تجلي حذفتني ببرتقالتين. ضيعت عيني. بس كان عمى مؤقت. الله يرحمه. خلاص خدي تحت الشجرة بقى. سد معايا فتحية. خدها يا سيليبي. يلا يا اخوي. يلا يا اخوي. يلا يا اخوي. يا اهل البلد يا اهل البلد. يا خلق يا شهادة. ابو الحاج هريسي بيفرفر وشكله هيموت دلوقتي اهو. يلا يغور قبري يلم العفش. ده قاعد يتسلف من كل واحد فينا النيكلة والسحتوت لحد ما بيعنا هدميتني. يعني ايه يا فلاحين؟ هنسيب هريسه ده يموت كده من غير ما يقول لنا مكان الكنز فين وفين خباه؟ يا نكدي. احنا نروح كلتنا كده ونكتم على نفسه لحد ما يقر مكان الكنز ده فين. ايه يا سخام الطين اللي انت بتقوله ده؟ نروح كلتني ونكتم على نفس بيقول لك بيموت بيفرفر. هنعمل فيه تاني؟ امال هنعمل ايه بقى يا سهار؟ الله يخرب بيتك خرعتني بالراحه مسروره.
انا عندي الحال. ايه اكيد الاكيد هريسه دي وهو بيودع هيقول لابنه ضناه عن مكان الكنز. يا سلام كلامك فطير مشلتت يا حاج. ده كلام موزون بصحيح. هو ده الكلام يا مهضم. يبقى احنا نراقبه لغايه ما نعرف مكان الكنز فين وساعتها اخده لوحدي. قصدي يعني اخده لوحدي وبعدين اقسمه علينا بالتساوي. والله كلامك قرص بعجوه يا حاج. كلام موزون بصحيح. الله يفتح عليك يا مهضم. يبقى مين اللي المفروض نراقبه لغايه ما نعرف مكان الكنز؟ الليمبي. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي. براو عليكم يا رجالي. يلا بينا. على فين؟ الله يخرب بيوتكم. على الليمبي وهو بيسمع من هريسة مكان الكنز يا بهاي. يلا بينا. يلا. ده مهلك الجدي. ده مهلك الجدي. انزل. انزل حط لك حجر اهو. انزل ريح. ايوه. طب وبعدين يا سيدي؟ اللي بعدين ادينا قاعدين بقى لما نشوف اللي هيحصل فيه ايه. يا عبدي انا خايفه. بس 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 العلامه بس العلامه العلامه بتاعت الكنز بس. ايوه ايه يا سليب. مفتاح الكنز. مفتاح الكنز. ما كدبتش ما كدبتش يا سليب. وصفه الكنز كبات. انتوا مالكم متاثره قوي كده ليه؟ يلا بينا بقى عشان نروح نمشي بقى. يلا. لا يا سليبي لا بقدرش بقدرش اسيب ابويا وابي ملهمش غيري. يا بنت ابويا وابي ايه يا بنت؟ بقول لك المشاعر الدفينه دي ملهاش مكان عندنا في قلب الحته اللي انا جاي منها. يلا بينا نخلع. يلا. بقدرش بقدرش يا سليبي. مش انا اللي ابيع اهلي. انا بالبلد دي بلد ابويا وجد جدي. انا مصريه. برافو واحد قوي. يلا بقى خلاص. روح روح يا سليبي. طب هروح عشان خاطر سليبي دي. ايه يا سليبي؟ ايه يا سليبي؟ ايه يا سليبي؟ هدوه الليمبي ده. هيا عايزه هنا. بحياة امي لربيكي. هاتوا الليمبي الكلب دي. فتحية! فتحية! قطعت بقالك ساعة في الحمام بقى. افتحي. مين؟ هو أنا كل ما خبرت تقولي لي مين؟ أنا لميس. لميس؟ أيوة. خميس مين؟ خميس. أيوة. اللي جابك إيه يا ولد يا خميس ببيوت الناس المحترمة ده لوا يحبسك. يا قطعت أنت بتشوفي ناس إحنا ما نعرفش عنها أي حاجة. خميس مين؟ أنا لميس. لميس. يا لهوي. ايوه يا لهوي. افتحي يا قطه. ايه الريحه دي؟ شديده عباده قوي يا اختي. والله ايه الريحه دي؟ دي كذا. انت بتشربي سجاير؟ انا عايزه سجاير. انا عصر دجاجين. امال ايه اللي على الارض ده؟ اسمعها ضادي البتاع واضر. البتاع واضر بتيجي ترمي البلاستيك بتاع الزراده. كدابه كدابه. نوتي قطاطه نوتي قطاطه. نوتي قطاطه؟ اه. انا قلت فين؟ يعني انت وحشه. انا والنبي وانا وحشه. بنتي بقول لك عواد فين بتعمل كده معاها؟ مفيش اكل ومفيش شرب تاني. لا انا عايز اكل. عايز تاكل ايه؟ انا عايز اكل بطاطس. بطاطس؟ بطاطس بحبها. طب اروح اشوف في بطاطس ولا لا؟ ماشي وكذا وقول لي وقت خميس الجمعه بطاطس كذا تاني؟ ايوه عشان عايز اشرب سجاير داخل المسابقه. طب بصي هنزل اشوف السجاير والبطاطس على ما انت تحضري لي حدوته. ما حضرتك حدوته في الحمام. ماشي ما انت كنت لسه في الحمام. انا هشرب سجاير بقى. ماشي؟ ماشي يا قطاطه. سجاير واحده بس. هي هبطلها. ماشي. بس هتدي علبتين. ماشي ماشي. يدو
يومي 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 ازاي 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 يومي يومي ازاي اصعب ادراني او جري طبعا. يا قطاطة قطاطة افتحي بقى بليز قطاطة. جدو 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 أيوة. يا عواطف ايوه يا حبيبتي تعالى أيوة. يا جدو الحق تعالى تعالى نعم قطاطة بقى لها نص ساعة مش قادرة تفتح الحمام يا نهار اسود ايه قطاطة اللي في دماغك ده مش هيحصل يا قطاطة افتح الباب احسن لك انا هفتح الباب ها هفتح الباب اهو يا طاطا طب ما الباب مفتوح ماشي يا جدو بس ما اقدرش افتح افرض مثلا قاعد على التواليت طب خش انت عشان عيب منا يلا طاطا طاطا يا نهار اسود جدك من بكره هيبقى شاويش البنت لسه صغيرة 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 الحبي لسه صغيرة 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 عالمية يا قطاطة حرام عليك احنا قلبين عليك الدنيا اتخضتينا لا ما تخبيش يا موسى لان يا ما قمت في الترعة دي زمان كنت انا بغطي مني عند الترعة دي رح نازل عند بيتنا في تحت الكمالين الراس نعم بقلع نعم اعمل ايه ايه ده بنزل الميه حلوه قوي النهارده مجنونه دي ولا ايه جدو من فضلك ما تكلمهاش كده اتفضل خش جوه ايه ده انت معاك حد هنا يا لموسه نعم انت بتستقبلي يا وليه انت ولا ايه جدو من فضلك قلت لك ادخل جوه بقول لك ايه خليه يمشي عشان انا عايز البس الميه قطعه واحده ما اعرفش البس قدام الصبيان صبيان حاضر 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 يا انسه شنطي اتفضل شنطي بزرع ابنتي لسه صغيرة الصبر من عندك يا رب الو ايوه مين مين الله ده انت مسجلتيش الرقم بقى عشان كده ما كنتيش بتتصلي عليا معلش يا معلم دقدق معلش يا اخويا انت عارف مشاغل الدنيا والتلاهي واللي الوقعه السودا اللي فيها الوضع عبد الله كمان دي وجع قلبي عليه قوي ملهياني والله لهياكي وسايباني انا كده طب اديني بتكلم اهو يا ست هتعملي لي ايه بقى في الورطه اللي ابنك حاطيني فيها انا والله هحاول كده من سلقط ومن ملقط اجمع لك 2000 جنيه 2000 جنيه وحدهم لك بنفس راضيه يا اخويا ربنا يبارك لك فيهم بس ادعي لي اعرف اجمعهم هو ادعي لك عشان هتديني 2000 جنيه ليه وابنك ضايع عجله ده توك 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 يا حاجه بثلاث عجلات طب يا اخويا ما تتكلم عادل يعني انا مش فاهمه انت تقصد ايه يعني انت فاكره ان انا هسلم ابنك توك توك بالشيء الفلاني من غير ما اضمن حقي ده انت تبقي ساذجه قوي تقصد ايه انا مش فاهماه ابنك ماضي لي وصل امانه ب 20000 جنيه ليه يا اخويا وابني يعمل كده ليه اهو عامل يا ستي وبعدين ده موضوع عائلي بينك وبيني انا اللي خصني يا ست عاطف فلوسي هتجيبيهم ولا هنعمل ايه خلصي بقى ست عاطف انا مش فاضيلك ايوه ليه كده يا ابني ليه يا عبد الله تعمل فمك كده يعني انت كل اللي تعرفه عن عم صالح مجرد مكالمة تليفون بالظبط يا باشا لكن ده بيأكد على وجود دليل زي ما ثانيه بتقول طب انا عايزك بالظبط تعرف لي فين عنوان عم صالح ده والله انا كل اللي اعرفه عن عم صالح انه ليه ابن احتمال يكون عايش معاه واحتمال يكون متجوز واحتمال يكونوا عايشين بره واحتمال ما يكونش ابنه اساسا انا كمحامي ناجح لازم احط الاحتمالات كلها جنب بعض الاحتمال القوي يفرض نفسه انا احتمال احطك في السجن وما اخرجكش ابدا انا عايز معلومه صريحه وواضحه واضح واضح يا باشا وانت سامعني امرك يا باشا انا مش عايز قطاطة تعرف اي حاجه من اللي بيحصل ده حاضر يا باشا ولا اي حاجه اي حاجه لانها لو عرفت هتبوظ لنا كل اللي بنعمله ده الله معاك حق يا باشا انا نفسي كانت هتحبسني شخصيا حضرتك اضمن لي سكوتها اضمن لك براءتها انا شخصيا اضمن لك ان انا كده كده هحبسك انت واضح بموت في قسوه سعادتك يا فندم في ايه قسوه سعادتك
انت يا بنت انت منقوشه، انت يا بنت خدامه انت هنا، والنبي بصي والنبي قاطع خبرك، انت يا بنت هتعرفي الكلامية هذي انت سامع صوتي وما ترديش عليا، فين يا بنت فين شرب لبن والبطاطس؟ فين البطاطس؟ والنبي لو ما تعدلت لغيرك، انت ماما ولا لا؟ في البنيات من البلد، أي في البنية تيجي تاخدي في فين؟ أي في فين البنية؟ بس انت بتروح فين يا بنت؟ أي في البنية تيجي تاخدي في فين بالجزمة؟ وانت تطلعي بره، انت بتعرفي ان انت عندنا هنا، انت فاهمة ولا لا؟ ما انت ما بتردش؟ هو ده اللي عندي موتك اهلك؟ ها؟ انك ما ترديش على اختك الصغيرة؟ فوش عليك وعلى تربيتك، ملعون ابو البطن اللي شادتك، على القصر اللي جابك كان يغدي التاني. انت زعلانة مني؟ ها؟ كربيتك لما طلعتي بني عدمة وبتحسي. يا بنت تفتكري ان انا عامل عليك ست بيت ولا سيدة القصر؟ لا احنا كلامنا زي بعض يا عبيطة، انت بس يعني شوية كده بوقك عايز شبشبين اضرب كده يا حاجة كده يا بنت. قوليلي بقى ايه اللي بيكي بقى؟ في حد غرم بيكي وخليك في الغابة وخلي بيكي؟ مفيش؟ طب هو مش عايز يعترف من بطنك؟ طب اعملي تي ان تي عارفة ده؟ عارفة؟ تي ان تي اللي هو بيعرف الأب مين أبوه والأب مين أبوهم الاتنين. بس عمل كده دخل عليك بيدفه المطبخ ويشرب من المية كده ويعني أنا مش فاهم بتيجي تتايق تروح فين؟ خليكي روحي أوضتك أنا هشوفها على طول. طيب ما تقلقش يا جدو دي جميلة. مين دي اللي جميلة؟ النبي ما حد جميلة إلا أنت يا جميل. أيوة يا بنتي كملي قطعت عيني يخرب بيتك. بس يا ستي وهو شغال على التوك توك. توك توك؟ آه. فتحه أراجوز؟ أراجوز؟ أمال إيه؟ سواق على التوك توك. سواق على التوك توك؟ آه. وايش بيشغل عليه تاكسي يعني صغير اللي بيجري في الحواري ده عارفه ايوه وبعدين قططه بقول لك ايه يا حبيبتي انا اللي فيا مكفيني خلاص بقى مش ناقصاك يا قططه ركزي معاه يا ايه اللي جاب انا جاي اسرع عليك هتقلبي عليا ايه اللي جاب التوك توك للاراجوزا انت بتقولي غدار قوي والنبي الله كملي خلاص كملي لك ضربة الدم كملي المهم ما ايوه انت عارفه الكار ده في اللي بي بيع مخدرات وفي اللي بيثبت الناس وياخد اللي في جيوبهم. انت يا بنتي مش قلتيلي ان الواد ابنك عبد الله ده صنايعي لموتان قد الدنيا؟ طب ده مثلا شغلانه تاكله الفهد. الشغلانه بقى يا حبيبتي اللي تاكله الفهد دي بيشتغلها يوم ويريح جنبها اسبوع. دي بيعي كتير؟ يعي ايه يا قطاطة؟ مفيش شغل. ايوه ايوه. ماشي كملي كملي. قلنا ندور له على سفريه. مفيش لا لقينا سفر بره ولا شغلانه جوه وانت عارفه السن ده له طلبات كتير ما كنت هتقولي لي على السن ده خصوصا لما بيوصل سن الرشدي الواحد من دول بيبقى ماشي في الشارع بيبص لاي فرخه قطيعه تقطعهم كملي يا ضنايا كملي ضربة الدم عبد الله يتيم ماشي وانا لا ليا اخت ولا اخ استشيرهم ولا اخد بنصيحتهم اسمعي يا بنت ما تكلمي عباس بيه لا يا قطاطة رايح بص اكلمه ايه اسكتي يا بنت كلميه وفي ايه ما هو داير جاي رايح جاي في البيت كده بزوره ده كلميه شوف لك اي شغلانه من الواد ان شاء الله حتى يحبسه الا عباس بيه ده انا عندي اموت ولا اطلبش منه حاجه يا بنت انت هتطلبي منه ترقصينه والسربتيزي انت هتطلبي منه يشوف لك شغلانه للواد انا من يوم ما حطيت رجلي هنا في الفيلا
وانا باخد حقي تالت ومتلت. بزور دول مغرقيني في خيرهم. بابا يا اختي بقى هاتي تقل زيدي هم في الخير بتاعهم قبل ما تجرحي بحرة بقى. والنبي انا حاسه كده من اول مره شفتك فيها قلت البنت دي عبيطه وهي صغيره. انت ايه بنت انت شفتي بقى وتروحي جايبه الصينيه وجايبه ايوه ومعاها وضع الرمري وتروحي زرعه السمنه البلدي في قلب الكشكشي وتتعمل الطبخ كده. ده ايه بالظبط بقى؟ قطعت سفره؟ بتعملوا ايه بالظبط؟ لا والنبي ده انا كنت بعلمها ازاي تعمل الحبابشي. حبابشي؟ ايوه كنت معلمها ازاي تعمل الحبابشي في الفينو. فينو؟ الحبابشي فينو صغير كده، التاني دوكا بالمنبر اللي مدامي مع كده اهو. حبابشي فينو. مش فاهم انا، يعني انتوا قاعدين هنا بتعملوا ايه؟ النبي حقك، احنا فعلا قاعدين في املاكو. مش تقول لي يا بنت ان احنا قاعدين في عرض اللواء؟ سلام عم طافي. ولا الكلام. سلام يا بكي. ايه؟ خد يا اخوي. ايوه ست عواص. حاجه على ما اقصد كده. ايه ده لا ما تكسفليش، ده ايه ده؟ الحمد لله الخير كتير والله. حباس باشا مش مخلينا عايز حاجه، ده حتى في السجن بيلاقيني مهبط بيجيب لي شاي بحليب وبسكوت. دي مش ليك يا راجل، دي للبيت. انت يا دوب بس هتشتغل موصلات يتوصلها للبيت. طيب يا ست كتر خيرك، الله يخليك يا ست عواص، ربنا يستر. يلا سامع عليك. بقول لك ايوه بكير معلش يا اخويا، انا كنت قصدك في خدمه. الله بتتكلم انت في ايه؟ هو انا غريب عنك؟ ده زي اخوك. قولي. اه يا اخويا ربنا يدين بينا المعروف ولا يدخل بينا شيطان. امين. انا كنت عايزك يعني تشوف لي مخبر ولا امين شرطه في الاسم اللي انا تابعه ليه في منطقتي هناك. يعني ما تخافش، لا تفكر يعني انا عامله حاجه غلط وعايزه اللي يحميني. انا يا اخويا استحاله ضرك ولا ضر حد من طرفك. عيب عليك يا ست عاطف اللي بتقولي ده. هو انا محتاج اسمع منك الكلام ده؟ هو انت عشره امبارح ده؟ انت عشره عمر بحاله ام عبد الله. انا بقول يعني لو تعرف حد يبقى في ظهري، اصل الدنيا تشقلب حالها بكير. يعني لا حد بيراعي لا ست ولا سن ولا اي حاجه في الدنيا دلوقتي. البلطجيه ماله البلد. بس كده ده من عينيا الاثنين يا ست الكل. سبحان الله، شوفي افتكرت واحد شغال في الداخليه، انا هشوفه هو فين وان شاء الله باذن الله هو يخدمنا ويعمل المطلوب. والله المستعان. يا رب يسمع من بقك ربنا يا بكير. امين امين، يسمع من بقك ربنا. مع الف سلامه. السلام في رعايه الله. انا همشي بقى، مع السلامه. دي للعيال. ماشي متشكرين، ربنا يسترك يا رب. مع الف سلامه. مع السلامه. وربنا بتحبني اكتر من اختك. وقال لها والمطر ينهمر بين الاخصان. ايوه يا حبيبي. ان الفراق محتما علينا معا. الكرزي هيمشي مش كده؟ ولكنني رغم جرح الثقيل الذي احمله على صدري. صدر وده ولد ولا بنت؟ ولد ولد. امال ايه صدر ده؟ يقصد مكنون الالم، فهمتي؟ ضربوه بالقلم؟ مين ضربوه؟ انا قلت ضربوه بالقلم دلوقتي. مزوع ده لما البيت جت وراح جاي من الملك وراح جاي ضربته بالقلم. يا طه حرام عليك، القصه اهي، القصه اهي. القصه فاصله اصلا. هو في حد يحب واحده ويطلع من الاخر عنده قلم في صدره؟ صدره مين؟ انا قلت صدره. مش انت بتقولي انه كان مجنون؟ مين ده اللي مجنون يا قطاطة؟ حرام عليكي، انا سكتلك من اول ما بدات اقرا لك الزفته دي وانت عماله بلي 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 بلي. ايه بقى اسكتي؟ ممكن بقى تحكي لي شويه؟ ايه بقى ده ان شاء الله؟ مش انت بتقولي ان انا بتكلم كده؟ خلاص انا هكلمه كده. طب ام سوري، ممكن بقى تحكي بجد؟ هيكون علي ايه؟ الليمبي هيكون ايه يعني؟ حبيبي الليمبي ها؟ في الحقيقة بسبوسة لأنه من الوقت عشان إنشاء قضايا بقى وهنودة. خلاص مش قادر. من لحظة وصوله هو طريح الفراش ونفس الكلام بيعيد ويزيد فيه، نفس المشكل. أنا مش قادر أحتمل، أنا متضجر. وعلى المتضجر اللي قلت تضجر. اتفضل. شايف؟ روى يا علي أويكا، بكرة يقوم ويبقى زي الفل. أولاً أنا ما بحبش علي أويكا دي، أنت تعرف يعني أويكا؟ خالص. يبقى ما تقوليش علي أويكا دي تاني. أنا عارف أنا أويكا. اتفضل. يعني إيه؟
ويكا يعني واد مش مظبوط جويشة يعني. اتفضل. حتى وهو نايم بيسخر مني وبيوبخني. مش ده اللي انقذك من رصاصة البرنس علاء؟ يا ريت كان القدر وقعها في صدري، كانت ساعتها انجي هتيجي تزورني انا مش هو. انا متضجر متضجر. ايه اللي بتقوله ده يا ابني؟ انا مش قادر اصدق وداني يا ابني. ما هي الفتيجي بتجيب معاها زياره تكفينا كلنا، ايش بط على حمام على فراخ على وز. لكن يا والدي انا بحبها، بحب انجي يا والدي. حبي ليها حب عذري اقوى من البط والوز وكل الامور الدنيويه دي. اذا ما كانتش القسمه معاها حب بطها حب وزها، لكن ما تخسرش كل حاجه يا ابني. ده كفايه البيض اللي بتجيبه. ربنا يكملك بعقلك يا ابو علي. اصيله يا ام علي. هروح اذبح بطتين. احجزي لي الزلموكه. زلموكه ايه يا والدي؟ انا طيور البلد كلها بزغللها ببيضها، ما تعوضنيش عن انجي. كبر لكم كبر لكم كلكم. يا ابني اخوها مش هيسيبك في حالك، لانه هو ابن الاكابر وانت ابن الجنيني. ابن الجنيني ابن الجنيني. بس انت بتعايرني يابا عشان انا ابن الجنيني. عايرك عايرك ايه يا ابني اذا كنت انا الجنيني؟ خلاص خلاص يا والدي، اوعى تفتكرني بستعر منك. انت طينك ووسخك شرف على راسي وعلى راسي انا كمان يابا. صحيح ولاد حرام. يا ريس عبد واحد، يا ريس عبد واحد. ايوه مين؟ سمو الاميره. سمو الاميره. نهاركم سعيد. نهارك سعيد مبارك. افتح الباب عشان فستان سمو الاميره. اهلا وسهلا. ايه الانوار دي؟ اهلا بيكي، نورتي الدار. يا الف اهلا وسهلا. ايه الانوار دي؟ انت نورتينا. اتفضلي يا سمو الاميره اتفضلي. نهارك سعيد. يا اهلا اهلا، انا مش قادر اصدق عليا. اتفضلي سعادتك. يا الف اهلا وسهلا، يا الفين مرحبا، يا 3000 خطوه. يا سيدي خلاص يا سيدي، انت بتنزل الباص قوطه خلاص. الليمب افندي، ما تتصورش الضنين اللي عشته بعد اصابتك بالطلق الناغي في صدرك. لا انا ما الرصاصه ما جاتش في صدري، ما جاتش في الصدر، ده هو ضربني بالبندقية بعجها في صدري، بس هي سمعت في صدري. بقول لك انا كنت. لا كفاية، مش من الضرورة انك تتحرك. انا كنت عايز ابوس ايديكي وابوسك واشكرك على اللي انت بتعمليه معايا ده. انت منهك ومحتاج ترتاح. منهك ومحتاج ترتاح. صحيح انا ايه اللي جابني المكان ده؟ مكان عارفين و... ومن الراجل المقاول اللي واقف ده؟ عرفتك على فكره. على عايز اقول لك ولا حاجه. يعني الراجل اللي واقف ده بشكل الاشكيب ده بيحرض ولاده وبيستغلوكي عشان تجيبوا الوز والبط ويعيش على قفاكم. خلي بالك الحكيم قال كده. الحكيم قال انه محتاج ياكل طيور علشان يبطل خطرفه. مين ده يعني؟ ده ابويا يا لم فندم. الجنايني؟ بس ما تقولش جنايني. ايوه يا ابني. الحمد لله على السلامه، ربنا يهديك. بقول لك ايه؟ انا جعان. يا حرام، انتوا ما بتاكلوش يا غيث عبد الواحد، مالكمش حق. مين قال كده؟ عارفه جلالتك الطيور اللي بتبعتيها كلها، الفراخ والبط والوز والحمام، اكلهم كلهم. طب اسالي البيض فين؟ فين البيض؟ على العموم يا لب افندي. ايوه. انا جايبه لك حاجه هتحوز على اعجابك. ايوه ايه يا ترى؟ جايبه لي كندابيط؟ لا ليبيا؟ لا. امال ايه؟ دي حاجه شهيه خالص. اغني خدام. الواد ده خدام اصيل. اتفضل يا ليمبا فندي. طعميه. لا والنبي، جايبه لي طعميه؟ سنين وانا بسمع عنها، قلت افاجئك. سنين بتسمع عن الطعميه؟ انا سنين بقى مفروض مع الطعمية. دوق الطعامة. حلوة. حقيقي عجبتك؟ بكرة هجيب لك كمان. هي ايه خفيفة شوية ولا ايه؟ انتوا تعرفوها اكتر مني. شيء جميل اني قدرت اجلب السعادة لقلبك.
هو انت جلبت السعادة لقلبي وبس؟ ده كفاية دي جلبت الحموضة على جهاز العظم كله. ايه ايه ده حتى عض في ايدي اهو اهو. شاهد انت عمال تقول لي وز ولا بط ولا فراخ ولا حاجة مني. بقول لك ايه اسمه وز سميرة. أنا في حد قاعد جنبي هنا عايز أعرف مين ده؟ لأنه تقريبا سمع كل اللي إحنا بنقوله. هي في حد في حاجة عندها؟ ها؟ الأزمة؟ جت الأزمة. أنا سعيد أوي ومبسوط أوي يعني عشان أنت نجتيني وشفتيني وبنت جدعة بصراحة. إيه تطلب المرأة غير حب مجرد من كل غاية؟ حب مجرد من كل غاية إزاي؟ على فكرة أنت حلوة أوي ويعني عندنا في المنطقة بتاعتنا بنسمي البنت الحلوة أوي بنسميها مزة. الحقيقة واضح إن الطيش تسلط علينا. البنت دي كانت عبيطة وصغيرة ولا إيه؟ لب أفندي انشي أنا مهنك القوى. أجيب لك كونسولتو؟ لا الكلسون حلو بس ضيق شوية عليا. أنت لازم تسافر حلوان تغير هوا يومين. مش عارف أنا حاسس كده ناحيتك فيه حنان حنان. أنا بعيش أرق عطفة عشتها في حياتي. أيوة بقولك إيه؟ أخبار أخوك تيوبلتس إيه؟ أحب أقولك إنه حائل بيني وبين السعادة وكل يوم يرجع البيت سكران وريحته تخمر مجوغ عجين لدرجة إنه تهكم عليا بكلامه امبارح. مش عارف الواد ده كان بياكل الزبادة اللي موجودة في قلب القصر عندكم ولا إيه؟ المهم إن أنت أهنتيه؟ طبعاً أهنته وقلت له يا دون الدون يا أوحش ما يكون. برافو عليك إنك مسحت بالأرض يا توني التون دي. خلينا نغير الموضوع الوحش ده. أنا حاسة إن مزاجي النهاردة منحرف شوية. أيوة. تعال نركب العربية. اوعى يا ابني اوعى يا ابني يلا اقعد. اطلعي على اقرب حداد عايز اشيل الكتف ده. هو اخويا يا اخويا الدراع راجعني بدايه خلاص قديم. يا حريف يا سلام اتعشى بيك. امشي سلام اتعشى بيك. ايش يا سلام يا غدا اسكب ببقك وبوشك اللي بتاع ابن عمك ده. ايه يا عم المتسول؟ الله مش فاضي انا هتقعد تقول لي ايش ومش ايش. عندي كنز وهم وعندي جدي هريسه بدور عليه مش لاقيه يا اخي. مش ناقصاك بقى لقيت ده كنز جد اسمه هريسه. انت مين؟ انت مين؟ انت اللي مين يا عم؟ انت بتصنع التسول؟ يا غمس ومصعب غمس مسائل. كان لازم اساله هو مين واشوف العلامه. تعريف يا سلام اتعشى بيك. ايه الضحكه الخنيقه اللي انت بتعمليها دي؟
اوعى تكون يا لمبه فندي بتقلس عليا اوديك الكراكون. لا طبعا انا ما اقدرش اخلص عليك خالص. مالك يا علي ما بتكلمش ليه؟ سهران طول الليل اعاني من ارق شديد. ايوه كان عنده قرف، عنده قرف شديد. انا كمان الدنيا مش سيعاني، انما انت يا علي ما بتنامش ليه؟ عندي سعاد. عنده سعاد؟ عندك سعاد يا راجل؟ عيب عليك، امك وابوك الكبار دول يعني مش حرام ان انت تستقبلهم؟ اي نعم امك ميته ومش واخده بالها، بس ينفع تاخد سعاد وتخش عليهم وهم نايمين؟ عندك يا لمبه فندي، انا انأى عن فعل اي افعال مشينه زي دي. وكمان مشيره يعني سعاد وقلنا ناشي، وتروح لها كمان مشيره وفي وشها؟ عيب بقى مش قدامها. علي ابن رئيس عبد الواحد رمز للوفاء. اتفضل يا عم، هديها عرفت علاقتك بالوفاء. اعذرني يا لمبه فندي، انا مش فاهم مقصدك. على فكره الواد شكله طمعان في ثروتك. لا يا لمبه فندي، علي صاحب قلب صادق، ومن الصعب انه ينشري بالفلوس لان وجوده اصبح نادر. نادر؟ اتفضل، لا عرفت عليك نادر يا عم، عشان انت تعرف سعاد ومشيره هي من حقها انها تعرف نادر كمان. لمبه فندي. ايوه. تسمح لي اسالك سؤال ولو انه مش ديليكا؟ لا انت تسالي اي سؤال في الديليكا في البلاكار في اي حاجه اسالي. انت ايه احساسك وشعورك تجاه الغرام؟ لو ان انا مش فاهم ومش عارف هقول ايه، بس الاحساس بيقول على حسب المثل القديم بتاع زمان ده اللي هو دلوقتي في قلب الزمن ده بيقول لك ايه؟ ابوح يا ابوح، كلب العرب مبوح. كلب؟ الكلب اللي هو هنا هو ده. قلب؟ نعم؟ قلب. ايوه قلب. هي بتاخد الدواء قبل ما تنزل ولا لا؟ دي ارق ضحكه شفتها في حياتي. يلا بقى خمسي بقى واعملي واي عبط بالضحكه الغلسه اللي بتعمليها. أنا استحيل أوافع على جوازك من علي ابن الجنايني، لكن أنا شغوف بيها ودي أرق عاطفة شفتها في حياتي. ومين وصل لعلي إني هتجوز علي؟ إيه؟ أنا هتجوز الإنسان اللي ضحى بحياته عشان ينقذ حياتك يا علي، الإنسان اللي كل يوم جرحه بيقطع في قلبي، الإنسان اللي وهب لي السعادة اللي كنت فقداها. أرجوك أرجوكي ما تكمليش. اللمبي فندي. لمبي؟ حد كان يصدق كده؟ لمبي مين؟ أبو مين ده؟ مش مهم هو مين، ممكن يكون من أصل متدني، المهم إني حسيت تجاهه بعطفة سيطرت على شغاف فؤادي، أنا أعتقد إني أشعر بحبه. يا إنجي اصرفي نظر عن الجوازة دي، يبدو ان الليمبي استطاع التأثير عليك. لا يمكن اتراجع، انا خلاص هكتغم بالليمبي فندي. طب وحبنا يا انجي؟ حبنا يجب عليك يا علي ان تشعر بشعوري وتسعى لاسعادي. اعذرني يا علي. انت بتعايريني عشان انا ابن الجنايني. هل ذكرت ليك سيره والدك يا علي؟ رئيس عبد الواحد اهمل الجنينه لدرجة إن الورد دبل وأصبح حزين. كنت أتمنى إن اللمبي فندي يكون عنده والد يكون بديل لوالدك. لا ست خو، أنت غاوية أولاد الجنينية ولا إيه؟ مش أفضل من إنه يكون خباص وليلاتي سكير؟ أنا هشم راس اللي اسمه اللمبي ده، حيث كده أنا موافق على جوازتك من علي بن الجنين، إنما اللمبي جامي. أنا خلاص أعطيت كلمة لللمبي فندي. أرجوكي تراجعي يا إنجي، تراجعي وأنا أوعدك إني أتوظف بالبكالوريا وأوقظ نبوغي وأحقق مجدي. يا إنجي لمبي ده دون فشوش، ولا عنده أطيان ولا عنده أراضي. بالنسبة للأطيان والأملاك ما هي إلا مظهر براك، إنما الركة على الأخلاق.
كده كده. طب اتفضلي على اوضتك دلوقتي. مساء الخير. طب وانا مين اللي هيروحني؟ انا كنت اتمنى اوصلك، بس انا عايزك في كلمتين على الفرد الاول، بعدين هبعت الشوفير يوصلك. تعالى. انا اطبر لللمبي كل الحقد وكل دي كمان. افتح بقك شويه، اصل البق صغنن. بس كفايه بقى لحسن المسانه اتملت عندي خلاص. لا قولي لي يا انشي، هو انت فين بابا وفين ماما؟ فرش ولا ايه؟ انا ماليش حد ارتكن عليه. حد ترتكن عليه؟ ليه انت واخده ازاله ولا ايه؟ انت بتضحكوا ولا بتغلسوا عليا؟ ياما ناس بيضحكهم وقلوبهم داميه. القلب الصغنطة ده لسه حدا يكون في بامية ابدا. انا لازم امشي بقى. اوفوار. لازم اوسطنك. لا خليك، انت لسه جرحك بليغ. يا ستي بليغ ملحن اكسجين وانا عارفه ما بحبش. ده مزح بتاعت انزل، ما كنتش كده خالص من قبل. تيجي من اقرب الناس ليا. الله يعني تواخد المساله على الزوز عندك ليه؟ في ايه؟ مساء الخير. سعيده. عاجبك كده كسبتها بوشك المطربق ده على الصبح؟ يلا اتفضل اجري بقى. تعمله حاجه مستديمه. بعد الشر يا اخويا تف من بقك، الشر بره وبعيد. الحمد لله قدر ولطف. الحمد لله. انا بس يا ست عاطف كان في كده حاجه صغيره كنت عايزك فيها، وعارف انك مش هتكسفيني. لا يا اخويا كسفك، امرني. امر لله يا ستي. بقى انت عارفه ان التوك توك بتاعنا راح. اه. والتوك توك ده رزقنا ورزق عيالنا. ايه. والدنيا اليومين دول جايبه مرشدين، والناس مش لاقيه تاكل. كل والنبي يا اخويا. إلهي يا رب فرجها علينا كلنا من واسع قدر يا كريم. آمين. طب بص يا أخويا، الكلام هنا مش هينفع، اديني نمرتك ولينا بقى كلام تاني مع بعض، عشان ده بس مكان أكل عيش. هرش هرش، أنت قصدك عشان السياح يعني وكده. طب يلا اكتبي عندك. هات هات اكتب لك نمرتي. هات أهي. أنت بقى أخويا رن علي. ماشي خلاص، على المهم أنا هشحن وأكلمك. ماشي أخويا، يلا اتكل على الله عشان مكان أكل عيش. اتفضلي. مع السلامة أخويا، في رعاية الله، في رعاية الله. كان عندنا أمل في ربنا إن عم صالح يكون عنده دليل براءتك، بس تعيش أنت خبطته عربي. يا داوي يا داوي على الحظ ذكر، أنا عارف إن الحظ ذكر مش هطلع من المكان ده. يا ده بقى، طب ده كان وقت بيتخبط فيه العربية؟ بس كان يستنى شويه لما يجيبني الدليل بتاع البراءه. يلا بس هقولك على حاجه، انا جوه السجن زي بره السجن، جوه ولا فارق ولا بره فارق. انا قبل هنا اتصيدت خلاص وبقيت مسيطره كده. ما انت عارفه ان احتمال امسك بعماره السجن. ما تخافيش يا ام قطاطه، ما تخافيش، اكيد ربنا شايل لك خير ان شاء الله. وانا عن نفسي مش هسكت، انا عارفه انك بريئه ومش هسكت على الكلام ده. يا بكير يا بكير. ايه يا باشا؟ روح هات لي الست اللي بتتكلم مع عطاطه دي. ليه؟ هي سرقت منك حاجه يا باشا ولا ايه؟ روح يا بكير، هاتها في ايدك وتعالى خلصني. حاضر يا باشا. يلا بقى، شوف نفسك انت يا حبيبتي، وخلي بالك من عيالك ومن نفسك. خدي يا حبيبتي السجاير اللي طلبتيها. بس هي بتخلص بسرعه دي. معلش، المره الجايه هجيب لك علبه تانيه. بعتي لي شيشه. مزيكا مزيكا يا جابر، عامل ايه؟ كويس؟ جابر ده عايز يغني كل حاجه جوه. مزيكا عايزه مني حاجه؟ كتر خيرك يا بنتي. يلا مع السلامه يا حبيبتي، عزز رجليكي وعواليك يا اختي. عايزه بالك من نفسك. مزيكا يا مصري، عامل ايه؟
هو كان في حد قاعد هنا؟ كان في حد قاعد هنا؟ وإيه علاقة عم صالح بالموضوع ده؟ عم صالح كان شغال عندهم ومش عاجبه حالهم لحد ما حس بالذنب لأنه شايف الحق بعينيه وساكت مش قادر يتكلم. وعرفتيه منين عم صالح؟ عن طريق المحامي لأنه قال له في التليفون يوم جلسة ست قطاطة إنه معاه دليل براءتها، بس هو النصيب إنه ما قدرش يقول قبل ما يموت في حادثة العربية. يموت في حادثة عربية كمان؟ الله، ده يبقى حد كان مراقبه. الله أعلم. اسمعي، أنت معاكي تليفون المحامي ده؟ معايا يا باشا. يا عبتك يا قطاطة، بقى مستنية الدنيا تضحك لك وعايزة تخرجي من هنا بعد السنين اللي انت هتقضيها عشان تشوفوا مستقبلك تاني. مستقبل ايه ونيبة ايه؟ ده انت عايش اكتر من ابو الهود. يظهر ان انا لازم انا اسيس اموري واخلص مدتي على خير واخرج اشوف مستقبلي المشرق بقى. يلا بلا محن فادي. قومي يا قطاطة، الصلبة كير عايزك. أيوة جاية يا عطية. ملك القرف مرة نكد. يعني أما قطاطة أنت ما تعرفيش خالص الناس اللي ضحكوا عليك دول؟ يا ما قلت لك ما عرفت يا واد. انت بتعرف وجهك ده ليه ولا؟ ما انت عايز خاطر بساعة ما حد بالك يجي يسمع ساعات دلوقتي عم بتقولي يا قطاطة. دلوقتي الناس دي ما تعرفوش واتخانقت منك. ارجع تاني اسألني نفس السؤال وقولي برضك لما قطاطة الناس اللي ضحكوا عليك فين؟ كده؟ طب انا مش هتكلم خالص اهو. ده وقعد معاك وخلاص. يعني انا بقى شمع لقيت ايه؟ هو انا لسه فتحت حنكي عشان انا عارف ان انت عارف ان انت عارف تسال نفس السؤال. طب خلاص ماشي، خلاص ماشي، اديك مباراه من وسط. لا ما تدينيش، انا مش هدي، انا هسالك سؤال. امال انا هحط بدرك في مناخيرك؟ لا انا كده لا واتحرق في مناخيري. لا خلاص يا ام قطاطة، انا هسالك سؤال جديد لانك غير السؤال القديم اللي كان بيقول ما تعرفيش الناس اللي تحكم عليك خالص دول. ماشي ماشي ماشي، هسألك السؤال ده. ماشي بابا، هتديني ايه بقى الجزة؟ جني دهب؟ ليه؟ هو انا طارق علامة ام قطاطة ولا ايه؟ بابا انا بخبط حصلت طارق علامة حتى. السؤال بيقول لك ماشي بابا، الناس اللي ضحكوا عليك دول انتوا ما تعرفوش خالص؟ انت ايه يا واد؟ هو انت واد جري؟ تعال هنا يا واد. يعني ما فيه هنا في دماغك ده؟ فيه دماغ في مخ. فيه راجل بمحطة بريزة؟ لا. انت عندك محطة بريزة في دماغك؟ لا في مخ. ما انت محطة بريزة في مخ. الله. انت حبيبتي يا مقطاط، وكل اللي انا عايزه يعني افرح ببراءتك كده. مش عايز البراءة. انا مش عايز البراءة خلاص، كرهت البراءة. انا حاطب من الناس يمدوا المدة بتاعتي. ماشي؟ خلاص؟ لا. كده؟ لا. وبعدين انت من الله الازرق، انت نمت من قبل ما تجاوب على السؤال اللي بيقول يا ابو تاني. يلا يا واطي، يلا يا واطي، ما بدرك يا الفاضي برضه جاي تاني يا ولدي. يلا ارسل. أول ما كلمتني يا أختي أم إسراء في التليفون دريت وصلت البيت. ما تسألنيش وصلت البيت إزاي؟ وأنا هسألك. دخلت لقيته اسم الله على حبة عين أمه، اسم الله غرقان في دم ووشه مزرق وإيديه مزرقة. قلبي وجعني، قلبي وجعني على ضنايا يا قطاطة. يا حبيبتي يا بنتي، طب أنتوا ما عملتلوش كشف تبري بالسونان؟ لا، بس جيراني كتر خيرهم ويكبر بخاطرهم ربنا جريوا على المستشفى، قالوا لهم هاتوهولنا كمان 3 4 ايام نكون حجزنا له دور. ويخش الجيش؟ لا ابني لسه سنه ما جاش للجيش خالص. ماشي بقى، انا ما عملتش حاجه بقى في دم امه اعتدوا عليها؟
اعتدوا على مين؟ اعتدوا على هي؟ هي مين؟ اعتدوا على التوك توك. التوك توك؟ ايوه. وبعدين؟ اتاريهم بقى كانوا حاطين عينيهم على التوك توك وقاطرين الواد. ايوه. ابني بقى الموكوس مش يديهم التوك توك ويخلع؟ ما عمل 100 راجل في بعض. هجم عليهم. ايوه. مسكوه اتكتروا عليه، قطعوه، بهدلوه، وزرقوا له جسمه. بلاوي. وحصل اللي حصل. وحصل اللي حصل. بلاوي. وحبل؟ هو حصل اللي حبل وحبل اعتذروا عليها؟ مين ده اللي حبل؟ مش بتقولي حصل اللي حصل ولا ايه؟ بصي اعملي كشف باللي حصل ده عشان تاخدي النفع في المحكمة، النفع بتاعت الجواز لما هي حبلت. مين دي اللي حبلت ونفقت ايه؟ مش انت بتقولي بنتك عطلة مسكوها في التوك توك؟ عطلت مين؟ يا مليح اللي عطلت مين؟ عطلة انت مش عندك بنت اسمها عطلة؟ وهو لو في بنت اصلا هيبقى اسمها عطلة؟ بقول لك عبد الله ابني. طب مين اللي حبل؟ مين؟ مفيش حد حبل، ده انا اللي شكلي هحبل منك يا قطاطة عشان انا خلقي في حلقي. تحبلي مني؟ اه. ليه قاعدة قدام محمود المليجي من تنكاد يا معرولة؟ واحنا هنضربك نضربك ونسرسر. طب ما خليها عنك، ده انا اللي هضرب نفسي اهو عشان قعدت معاكي وباخد بشرط. بس انت انت سيدي يا نرجس. ايه ده؟ ده انت خنيقه. يا ده يا ده بتتكلم. افوقت عليك وعبتني اللي جرتك. يا ريتهم كانوا سيبوا عليك الحنفيه. بتتكلم قطاطة. انت قاعده نفس الرد. قطاطة انت بتكلمي مين؟ بتزعلي مين في ايه؟ ايه؟ أودي كنت قاعدة هنا من شوية ومشيتي؟ لا أنا لسه جاية دلوقتي. يعني أنا ما ضربتكيش بالسرسر؟ لا. الله. البنت عواطف بقى؟ مالها؟ عواطف عواطف دلوقتي بقى مش سايباني في حالي كده بقى؟ وعمالة فرحة في الجاية وتنقل فيا. عملت إيه بس؟ أنا مش فاهمة. مش عارفة بقى هي كانت قاعدة ولا مش قاعدة؟ بإيه اللي خرفت ولا إيه؟ ولا البطاطس؟ البطاطس تكون بتكبس على المراوح؟ يمكن. بس وكبسة على المراوح ومخاطب واحد يخرب. طب ما تقولي لي بقى هو حصل له ايه؟ هو مين ده؟ هيكون مين يعني؟ لبي هو بصي. شايف يا عزيز اللي هناك ده؟ مين بقى ده هناك ده؟ هو ده قصر الزرازير. بقى ألف سلامة يا عزيز. تعال. اتأخرت كده ليه؟ مش عارف كده. يلا بينا. الناس اللي بتجري دي؟ انا على استعداد لارتكاب اي جريمه في سبيل الوطن. لازم نكون بالعقل الراجح عشان نعرف ندي اراء سديده للمتطوعين. الملك فقد صوابه والانجليز الملاعين بيلعبوا بيه روليت. مصر وقعت من براسن الابلسه. صحيح، كان بودي اعرف مين الشخص الامين صاحب العقل الراجح اللي هيقدر يوصل كلمتنا. في راجل غلبان ومن الدنيا كفران وساكن في حارة شقة تعبان وهو على موعد. وأنا منتظرة الموعد ده. الراجل بتاعنا أهو. سأفضلك يا بدر. ما إيه ما تنطبوش ولا إيه؟ أنت لابس كده ليه؟ تنويع عشان الإنجليز. أه شفت قبل كده إنك تنويع عشان الإنجليز. برافو برافو. عرفوه دوره إيه؟ ده ايش ده؟ هو دور ايه؟ يلا يا فندينا. دور ايه؟ يلا يا بلدينا. دور هو ده. يلا. دور ايه طيب؟ دور ايه؟ هذا عظيم. فدينا. اتفضلوا يا اساتذه بره لو سمحتوا. ايه ده ورشه خراطه دي ولا ايه؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ اقلع. ها؟ اقلع. ايه ده ايه؟ يلا اقلع عشان مفيش وقت. يعني عيب عليك مفيش وقت ايه تقلع ايه؟ ما كل ده عشان خاطر مصر وعشان خاطر ولادنا. ايه عشان خاطر ولادنا دي؟ يعني ايه؟ انت هتتجوزني ولا ايه؟ انا مش فاهمك يا عم، ده بيتكلم في ايه ده؟ ايه يا عم انت موزع الناس بره وجاي خد البس. ايه؟ البس. البس دول يعني. تصدق انا افتكرتك شمال. يعني ايه شمال؟ لا شمال ده هبقى فاهمها لك بعدين يعني. مصر؟ نعم. مصر؟ مصر. انت بتوقف بجو ولا حاجه؟ مصر خلاص. مصر مصر ملكه ولا اجره؟ يجب الا نحيد عن الطريق. ها
هتصطادوا بطريق؟ هتجيبوا طريق طريق بطريق؟ وده ايه؟ انت عطفة حنطور وانت عطفة شبارة وانت شارع سردينة وحلقة السمك. ودي امتحانات ولا ايه؟ توزيع امتحانات؟ وانت جبل المعز وضرب المهابيل وانت قلع القميص. نعم قلع القميص؟ قال ايه يا جدعان؟ قال اول ما اخش جوه ورشة الخراطة يقول اقلع الهدوم وانت تيجي هنا تقول اقلع القميص؟ قال اتفق لنا ايه؟ موزة ولا ايه؟ حلوة كلمة موزة دي هتكون كلمة سر الليلة. نبع عسل انت. خد. نعم. دي مجموعة قنابل. يا راجل. ايه يا عم انا مال ولا قنابل؟ وكل الحلقات مربوطة بالسلك ده. ساعة ما تخرج مجموعة الوزراء تروح شلل السلك ده. وانا شايل القنابل. ايوه تقوم القنابل منفجرة وتقضي على المجموعة الفاسدة. لا والنبي. وانت هتكون فين؟ انا مع الثوار. والثوار؟ وانا هكون فين؟ تبقى في الجنة ونعيمها. لا والنبي. وهو ده دورك. ايوه طبعا هو ده دوري. تصدق بقى انا كان عندي اخد دور اللي بيقلع احسن. ليه بتسميها كده؟ انت بطل بتقدم رسالة. لا انا مش عايز الرسالة دي، انا في غنى عن الرسالة دي. انا مش عايزها، انا مش عايز اموت شيء، مش عايز اموت النهاردة، بكرة، بكرة الساعة 7:30. الله، مختار الدنجراوي بعت لحد من رجالته كمان بالشكل ده؟ انت خاين ولا ايه؟ لا يا عم خاين ايه؟ خاين ايه؟ لا ده انا بنتحن وطنياتكم يعني، بشوف ان انا لما مش هنفنجر نفسي يعني بلعب معاكم كده يعني، انما انا وطني، انا وطني وطني. لازم نسحق الانجليز من اجل الوطن. ايوه لازم نسحق ناس تحت الانجليز من اجل البطل. ايه؟ نقعد نسحق الانجليز من اجل الوطن. ايوه بس بالراحه شويه هتفيت انت، البواسير تبقى مش كويسه عشان خاطر الحاجه ما تزعلش عليك. الوطن يا عزيزي يستحق يكون في مكانه الاب وفي مكانه الام. والابن كمان، فداك ابي وامي وابني يا وطني. على فكره انت قشطه قوي حسن. احتشم. يعني احتشم؟ انا هوزع المنشورات وانتم تعالوا معايا نجيب المسدسات. تعالوا معايا ده كان اخرس ولا؟ ربنا معاك. نتقابل بعد التفجير. ها افجر واقابلك على طول. انا نزلوا البان على ام جنين، خصوصا الدلع اللي كان عمال ليه حساب جنبي ده. يا الله مش دي شنطة سعادتك؟ لا سلامة يا عم الساوري في جنة الخلد إن شاء الله مع الفكهة. يا حبيبتي يا مصر، يا حبيبتي يا مصر الفؤاد، والنبي على الصعيد واللي عايز يجي يجي ولا إيه اللي جابني هنا؟ تحيا يا مصر. مع السلامة. مع السلامة يا زميلي. يلا عمي. يا نهار اسود. في جنة الخلد ان شاء الله. انت عرفت منين؟ انت عرفت منين؟ عرفت ايه؟ عرفت ان هم خونة فقتلتهم. هم خونة؟ ما انا عارف كل حاجة. انا الخبر لسه وصلني حالا. لا انا ما انا عندي فكر، انا عندي فكر من زمان عرفت. انا معقول لحقت تعرف لوحدك؟ من ايه؟ من غير ما حد يقول لك؟ لا ما انا اصلا قور يعني كده. يبدو انك ضليع قوي. وفتك. وهنئك على ذكائك الراسخ. الرأي ليه؟ وهنئك على ذكائك الراسخ. وانا بهنيك على راسك النصح. انا مش عارف يعني انت ايه اللي عاجبك في القعده مع الناس زي دي؟ مش فاهم. المفروض تقعد في قلب البيت كده مسدده معززه مكرمه، ها ولابسه الفستان الازرق الشيفون ده. تشم يا قليل الحياه. والنبي قمر قمر على حد كمان وانت متعصبه كده. مع السلامه يا رفيق. رفيق بقى بعد الليله دي كلها وعماله الاغيك وقلت خلاص انا وصلت معاكي وكده في الاخر ابقى رفيق؟ تحب في رفيق؟ ماشي يا ست، بس انت المفروض كنت تجرب الاول اللمبة قبل رفيق ده. على ترى لو شفت رفيق ده لاظبطه. بديعة قوي. انفضوا عليها. ايه؟ ايه؟ ايه الضرب ده؟ عيد ميلاد مين ده؟
برافو برافو. ثقة هايلة يا علي إننا نتقابل في الأوتوموبيل بتاعي وأغني شفاغ العيلة مننا وعلي. خدام سموك يا ست الكل. تتملي أسراني بأفضالك يا إنجي. ما تتصوريش، أنا بنتظر اللقاء ده بفارغ الصبر. العربية البيضة دي! لا! مستحيل! مش متصورة! علي! عم أغني! أرجوك! انزلوا! انزلوا هاتوه! لا! نجيبه فين؟ واحنا نعرفه منين؟ علي! أنا ما كنتش أعرف عنك الخسة! خسة؟ أنا خسيس يا إنجي؟ أنت اللي اضطريتني إني أبوح بعبارة مؤلمة زي دي. لكن أنت جرحتيني يا إنجي، أرجوكي تراجعي عن اللي أنت قلتيه. من فضلك ما تلحش عليا أكتر من كده، هاتوه. أدم بنادي علينا يا علي فندي، كل ما تركب معانا العربية أخبط لي واحد. أنت بتعيرني عشان أنا ابن الجنايني؟ انزلهم انزلهم انزلهم. يا جدعان ساعة عشان تنجوني. ألف سلام عليك. أنا خابط ديب ولا بني آدم؟ طبقت الكابوس. هو متشنج ليه كده على فندم؟ واضح إن إصابته بليغة جدا. عملت له أنا فين؟ أنت في الأوتوموبيل بتاعي. أوتوموبيل؟ إيه أوتوموبيل دي؟ صدمتك عنده ناس. ولا يهمك، لقيت ريائي من سنك. اصدميني كل يوم، بس أفرشح عينيا ألاقي الوجه الصبوح المقرمش ده. إيه ده؟ انت بتتودد لي بجرأة كده ليه؟ ايوه ممكن ابوسك كمان. كلامك فيه تلميحات. انت اسمك ايه؟ اللمبي. يا لمبي افندي. ايوه كلامك يوحي بمعاني تحمل كل ود وطمأنينة للقلب. ايوه تحمل كل ود وطمأنينة بالبل. أرجوك يا سيد. يا عم أنا مش سيد، أنا اللمبي. أعرفك يا علي، اللمبي أفندي. أيوة، إحنا كل ودن وترنبيقة في قلب الترنبيل. عرفت خلاص. المهم يتهز في حديثه شوية. يا عم تهز بإيه؟ وأنت بتكلم مقرئ، وبعدين تهز بحزم لك وشك ده. أوه علي، تصرفاتك بقت مضايقاني خالص. ده شيء يتطهق وثقيل كمان. بقولك يا لمبة فندي، يا ريت تيجي جنبي هنا وتسيبهم يا اخي يندمجوا ويتعمقوا. خليك لماح. والفانوس يبقى مين بقى؟ اورني. اورني بتحسن دخلك يعني باورني ده ولا ايه؟ لا 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 خالص، انت فاهم غلط. انا اخر حاجه افكر فيها الفلوس، اهم شيء اسعاد الناس. ايوه وتوفير راس فراس. وبختيني عشانه، وانا اللي كنت فاكر اني لقيت فيك الحضن الدافئ، لقيت فيك القلب الصافي، لقيت فيك. ايه يا عم في ايه؟ اللي لقيت فيك لقيت فيك، انت فاتح ظرف دولاب بتدور على فلنات. انا لما حبيتك حبيت فيك علي الانسان. هي بتعمل كده ليه؟ وبعدين انت اسمك علي الانسان؟ انا اول مره اسمع عن علي الانسان ده. انا اعرف ان في علي الحجار، علي حميدة، علي ابو علفة، انما علي الانسان دي انا ما شفتهاش في اي كتالوج حيواني. يا عيانة ولا ايه؟ انت شربت خالص. صحيح زمن مشقلب، زمن عايب. ايه صندوق الدنيا اللي انا وقعت فيه ده؟ على فكرة انتوا دمكم تقيل قوي. أكم من مرة أقول لك طرفة مبهجة ولا تضحكيش؟
ما هي بقى مسألة قبول بقى من عند ربنا. شوف انت وشك راجع ضرب في الحيط ازاي، وشك راجع ورا ما هيضحك ازاي. اطلع يا أورن على اي بنت، اي بنت مشبوه اطلع. كذاب. سامحيني يا انجي، مش هقدر ادخل معاكي، انت عارفه البرنس علاء، افضل اني ما اوجهوش وهو في حمه الغضب. هو مين البرنس علاء ده؟ بتاع الكبده ولا بتاع السمين ولا مين؟ ده شقيقي. شقيقي يعني ايه شقيقي؟ يعني اخويا. ايوه ايوه. وايه بقى اللي جابه هنا؟ يعني في قلب القصر بتاع علي بيه؟ يا لمبه فندي، للاسف ده مش القصر بتاعي. ده قصر بابا الباشا. قصر بابا الباشا؟ طب وايه اللي دخل علاء في ابوكي؟ لانه اخويا يا لمبة فندي. ايوه اخوكي. طب ما اخوك ممكن يكون طعمان في اي حاجه موجوده في القصر جوه وسرقها. طمعان فيها ازاي يا لمبة فندي؟ ده اخوها. يا اخي انت مالك انت يا اخي؟ يعني انت قاعد كده يعني لا العربيه بتاعتك ولا البيت ده بتاعك، وقاعد عوانه كده عويل في قلب المكان. انت بسالك انت ليه؟ الله، ابوه بيشتغل ايه ده؟ انا ابويا الجناين بتاعنا. الجناين بتاعنا؟ يا سلام، الجناين بتاعنا على اساس ان انت وزير الداخليه والري. خدام. خدام. ايوه. ارجوكوا، وانا مش عايزاكوا تشعروا بالزعر، البرنس علاء زمانه ناس، تقدروا تتفضلوا معايا. وهو كذلك. يا عويل، يا اللي ملكش مثيل، يا رزيل، بتكلمني انا مش انت. لا، انت زودتها خالص يا لمبة فندي. يا راجل اجلب انا زودتها بلا بتاع، وانا بعمل لك قهوه تقول لي زودتها خالص. انت اوشكت ان انت تسحق قلبي بكلامك الجارح ده. يا عم اسحق ايه وانا اعمل ايه وانا همسح اوضه؟ يلا اجري يلا اجري بقى. صحيح يا لمبة فندي، والدك بيشتغل ايه؟ لا انا والدي حاجه تانية خالص. انا والدي تاجر نباتات نادره. نباتات؟ رائع، انا اعشق الزهور. اي نوع من النباتات؟ بامبام، من اكبر تجار البانجو في العالم. مانجو؟ ايوه عرنيس. اتفضلوا معايا. الله يخليكي، هناكل. يا برنس. يا سبحان الله، اول مره اشوف برنس متاخر. عريتوا البرنسات. اصحى هنتاخر على ترابيزه القمار. يا الله، عايز ايه يا برنس؟ انا رايدك في شيء مهم للغايه. اتفضل. الست الصغيره مالها كبرت؟ يا خف الدم البرنسات. لا دي جات ومعاها عارف عارف حيوان، حيوان ابن الجناين اسمه علي. ليه توسعت المرة دي وجاتوا معاها اتنين حيوانات يا برنس؟ وفين الحيوانات دول؟ في الجنينة. جنينة ايه؟ جنينة الحيوانات؟ يا خفة دم البرنسات، جنينة القصر سموك. انا هموتهم بقى واخلص. يحرق ايه ده؟ انت خايفة ليه؟ خايفة ليه من البرنسة عايلة؟ اخويا شراني واحمق، والبندقية ما بتفرقش ايده، ودائما ابدا بيشترك في مسابقات التيغو. طب ما طالما بيسابق في التيركو، ايه اللي هيخاف منه بقى؟ لا، التنشين على صحون الخزف. على كل، إن لو شافني معاك ممكن يضربك بالنار. يضربني بالنار؟ تصدق وتؤمني بالله، اغزه اغزه ببقه. شيل ايدك من على الورده يا ابن الجنايني، الورده دي مش بتاعتك. ده مين البطريق ده؟ هو ده البرنس علاء يا لمبه فندي. يا راجل،